الوغ الالتهابات ديال الاذن من الاعراض الاولى والمهمه هي الالم، سواء عند الاطفال ولا عند الانسان البالغ، وشفتوا في هذه الفتره، هذه الفتره ديال الصيف كترتفع في درجه الحراره، الانسان كيدوش بزاف في البحر لا بيسين ايتترا، دونك كيولي الانسان اكثر عرضه لانه يدير مشاكل في الاذن، وشفتوا الاذن الخارجيه. دابا في هذه الفتره ديال الصيف كنهضروا اكثر على التهابات الاذن الخارجيه. دونك الاعراض ديالها المهمه والشائعه هي الالم، الاحساس بان الاذن عامره ومغلوقه، الانسان كيحس بانه عنده صعوبه حتى باش ينضخ، كيكون السخانه بطبيعه الحال، ارتفاع درجه الحراره، وفي بعض الحالات في الحالات اللي هي شوية صعبة كتكون الدوخة كذلك مجموعة معها. طيب كاين انواع ديال هاد الالتهابات، يعني ذكرتي التهابات ديال الاذن الخارجيه، وكاين ربما الوسطى ولا الداخليه، ياك بغيت نعرفوا يعني حتى الساده المستمعين يعرفوا الانواع ديال هاد الالتهابات، شنو الاسباب ديال كل نوع. بون الاسباب كثيره، كيف قلت لك الالتهابات الاذن الخارجيه احنا هضرنا عليها شفتوا في هذه الفتره. الالتهابات ديال الاذن الوسطى كتكون بين الاسباب ديالها الانسداد في الانف، سواء بسبب مثلا اون غريب يعني الرواح، بسبب حساسيه، يقدر يكون سبب ديال الماء كذلك يقدر يسبب التهابات الاذن الوسطى. هادو بالنسبه للاذن الوسطى. بالنسبه للاذن الداخليه التهابات ديالها هذيك شويه قليله وصعيبه بالنسبه لهاد الالتهابات الاخرى، وهذيك الاسباب ديالها تقدر تكون ميكروبات، يعني مثلا فيروس يقدر يكون السبب ديالها، الدوخه كذلك تقدر تعطي التهاب في الاذن الداخليه، يقدر يكون التهاب في الدم كذلك يقدر يعطي التهاب في الاذن الداخليه.